جي. مساء الخير يا فندم. خير، تحياتي لحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. اهلا بيك. شفت الفيديو ده ازاي، وهذه العمليه شايفها تحليلك ليها ايه فندم؟ يعني احنا قدام ضربة امنية موفقة بدون شك، يعني ومتميزة بكونها الحقيقة. يعني هناك حالة يقظة مصرية على مستوى جمع المعلومات، ليس في داخل مصر ولكن ايضا ربطها بالمعلومات التي تستطيع مصر عبر اجهزتنا الحصول عليها من الخارج. جماعة الاخوان يعني هذا النسق من العمل في محاولة ضرب الاقتصاد المصري او التأثير عليه سلبا او استخدام بعض من النشاطات الشرعية من اجل، واضح ان فكرة ضرب الاقتصاد المصري ما زالت مهيمنة على افكارهم وتطبيقها مع محاولات يعني لتطبيقها. ده صحيح، يعني هم الحقيقة بيمارسوا فترات كمون، يعني الكلام ده كنا قدامه بصورة كبيرة جدا من عامين مضوا. نعم. وهذه هي آلية التنظيم، تمارس درجة من درجات الكمون أو شكل من أشكال الكمون لفترة، تتوقع هي أن هذا الأمر خارج حسابات الأجهزة الأمنية، فتعاود تشكيل شبكات. المتهم النهاردة اعترف بمجموعة من التفاصيل اللي بتدل على هذا النسق. تسخير، وده شيء يعني للأسف الشديد يعني من الملامح يعني شديدة الخطورة وتدعو إلى أسى شديد جدا. نعم. هي مسألة تسخير المصريين الهاربين في الخارج في أعمال من هذا. نعم. النوع، زي تهريب المواطنين وأيضا إقامة نشاطات تجارية من أجل التحصل أو استخدام تحصلاتها النقدية في تمويل الإرهاب. الحقيقة ده شيء مؤسف للغاية، أن هو بيسخر المصريين الهاربين اللي هم النهاردة شاعرين ان الافق مسدود بالنسبة لهم، اصبحت تركيا لا تغدق عليهم الاموال كما كان الامر في السنوات الاولى لهروبهم. ويعني بنستمع الى قصص كتيرة وطويلة، النهاردة ربما فصل جديد ومشهد جديد هذه القضية وهذه الضربة الامنية تفصح عنه. الحقيقة مسألة ان هم يتم استخدامهم في تكوين شركات، وهذه الشركات تتاجر واموال، ويتم تهريب الاموال للخارج، يتم شراء العملة بصورة غير شرعية من داخل مصر للتأثير على اسعار النقد الاجنبي وعلى والضغط على العملة المصرية. وهذا يعني تكتيك اخواني الحقيقة مكرر وتم تجربته من قبل وبيشتغلوا. نعم. عليه بصورة متكررة. نعم. وصولا في النهاية الى تكوين هذه الشبكات اللي هي سترها تجاري، لكنها في الاصل هي من ضمن الاسماء من ضمن الاسماء فندم مدحت احمد محمود الحداد. صحيح صحيح. اللي بيشرف الحقيقة شريحة قيادية بتعيش في حالة من رغد العيش في تركيا، وتقوم باستخدام هؤلاء يعني ذوي الحاجة من العناصر الإخوانية ان هم يدفعوا بيهم ان هم يكونوا جنود داخل هذه الخلايا الإخوانية، اللي يشتغلوا ويعملوا متحصلات مالية يتم من خلال هذه المتحصلات الإنفاق على الإعاشة وأيضا تمويل الإرهاب. يعني خلية يعني عايزين نقول متكاملة الأركان إنجاز التعبير. نعم. بتشتغل وبتكلف من برة من تركيا. وهل حضرتك تتوقع فندم أنه من خلال التحقيقات هيتم الحصول على معلومات قد تكون جديدة تماما؟ أنا أتوقع أن في التحقيقات كما ظهر في الاعترافات الأولية أمام الأجهزة الأمنية أيضا أمام جهات التحقيق القضائية، هيكون هناك ربط كثير جدا ما بين مجموعة من المعلومات توضح أدوار الهاربين وكيف يديرون الأمر داخل جماعة الإخوان من تركيا. شبكات نقل الأموال وارتكاب الجرائم المتعلقة بتهريب البشر ونقلهم إلى أوروبا وإلى بعض من الدول الأخرى، أعتقد أن الجهات الأمنية وخاصة أجهزة الاستخبارات هتكون معنية جدا بكشف هذه الشبكات. هي تمكنت من ضرب هذه الخلية، لكن معلومات دائما تحتاج إلى أكثر تكاملا علشان نقدر نجفف المنابع دي إلى النهاية. صحيح. بشكرك فندم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.